موعدنا اليوم مع عشاق الأفلام الأجنبية والإثارة والتشويق، وهو تردد قناة رهيبة وجميلة جدا يبحث عنها الكثيرون، فتابعوا الفيديو إلى النهاية للتعرف عليها. شرفتوني جدا جدا بحضوركم وتواجدكم معي، وشكرا لكل من ترك لنا بصمة جميلة في القناة، لأن ذلك فعلا يحفزنا للعمل. وأنت من تشاهدني، إن كنت متابعا جديدا مرحبا بك، وشكرا لاختيارك مشاهدة قناة تيليفريكونسيز. سنسعد باشتراكك في القناة وإعجابك بالفيديو ومشاركته وتعليقك عليه. وكما قلت، فيديو اليوم موجه لعشاق الأفلام الأجنبية، حيث سنقدم تردد قناة فرنسية مطلوبة. هذه القناة التي تعرض أفلام فرنسية رومانسية مترجمة منها الاجتماعية والبوليسية وغيرها من الأفلام الأخرى. نأتي الآن إلى تقديم التردد، وهو 11900، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي V. مشاهدة طيبة ممتعة أحبائي، دمتم أوفياء، إلى اللقاء.